السلام عليكم، اهلا في جيز الهاند ميد. الفيديو ده هشتغل ايد شنطة كروشيه بطريقة بسيطة جدا. هبتدي بسلاسل بداية طولها حوالي 24 سنتي، ممكن تغيروا طول السلسلة حسب طول الايد اللي محتاجينه. السطر الاول هشتغل في الحلقات اللي في الظهر، هسيب اول حلقة وهدخل في التانية، هعمل غرزة حشو وهكمل لاخر السطر غرز حشو. خلصت السطر الاول، هرتفع سلسلة، هكرر السطر الأول 3 مرات، يبقى عندي إجمالي 4 سطور غرز حشو. اشتغلت 4 سطور كلهم غرز حشو، دلوقتي هضم الجنبين على بعض بالشكل ده، وبعدين هلف الشغل من غير ما اعمل ارتفاع. دي اول غرزة في الجنب الاول، ودي اول غرزة في الجنب التاني. هعدي الابرة من الغرزتين مع بعض. هسحب خيط وعديه من الغرزتين مع بعض، وبعدين هعمل غرزة منزلقة. تاني غرزة في الجنب الأول مع تاني غرزة في الجنب التاني، هعدي الإبرة من الاتنين مع بعض، وهسحب خيط وعديه من الاتنين مع بعض، وأعمل غرزة منزلقة، وهكرر لآخر السطر. عملت غرز منزلقة لحد آخر الإيد، بإبرة التنظيف هدخل الخيط ده جوه الإيد، وبحلقات سهلة الفتح هعديها من على الجنبين عشان أعرف أشبكها في الشنطة، والناحية التانية بنفس الطريقة، وهعمل ايد تانية زي دي بالظبط.